بعد لما اي حد بيعمل بيغير لون شعره او يعمل اي يعني هايلايت او صبغه وكده، لازم بقى الاعتناء بالشعر اللي هي مثلا التريتمنت، حمامات الكريم، تستخدم حاجه كويسه جدا، يعني ماتيريال كويس في البيت ايوه. بالظبط، وخاصه في الصيف بقى مع الشمس والبحر والبسين. دي الشعر تنصح فيها بايه بقى؟ طبعا، عشان كله دلوقتي على البحر وعلى طبعا يعني مثلا البسين مثلا او البحر، اي حد حتى لو مش صبغه شعرها يعني ما تقعدش مثلا في الشمس بميه البحر، يعني تمام، بالظبط كده، يعني لازم تغسل شعرها. بالظبط. السيرم مثلا، في مقولة بتقول ان احنا قبل ما تنزل البحر او قبل بعد ما تطلع البحر تحط السيرم على الشعر عشان الشمس، طب في بالعكس حاجة تحميها قبل ما تنزل البحر؟ في حاجات زي الليف ان، اوكي، يعني حاجات الليف ان دي اللي بتتحط، اللي هي بتحمي الشعر من السخونية بتاعة السشوار، تحمي الشعر من السخونية بتاعة الشمس. تمام. فدي حاجة بتغلف زي بتعمل طبقة على كفر على الشعر كده، بتحمي الشعر من أشعة الشمس. يبقى احنا المفروض ان احنا زي ما بنحمي جلدنا بالظبط من أشعة الشمس بنعمل بالظبط نحط سان بلوك، لا المفروض بالظبط برضه نحط على شعرنا. بالظبط، اللي في أي براند كويس هيأدي الغرض.